السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى يا ربي تكون كلشي على خير وبخير. ما عرفتش علاش جا بدا الفيديو، تيبان لي شهر القادو. كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في صحه جيده. المهم اللي مازال ما تابونيش عدي هبط يضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش يبقى يتوصل باي جديد ديالي. هذا فضلا منكم وليس امرا. المهم اليوم صراحه من بين الفيديوهات اللي كيعجبوني، شوفوا كاين بعض الناس يقولوا ما تجاوبيش على لي كومونتير، نسولوك ما كتجاوبيش في الفيسبوك. في بزاف بعض المرات كتكون عندي كونيكسيون ثقيله، بعض المرات نتوما عارفين كتكون القناة ما كايناش. بالعكس كنبقى نشد دوك الاسئله وكنبقى نكتبهم عندي في ورقه، تنقول واحد النهار ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو باش نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم وكاع اللي بغيتو تعرفوه عليا. المهم واحد السؤال اللي كيسولوني عليه بزاف بزاف بزاف، والصراحه ملي كنجاوب عليه كيكون صدمه، ملي كنجاوب عليه بزاف ديال الناس ما تيقوني. المهم غنعاود لكم واحد القصه. هو الاب ديالي واحد غير العام اللي فات، كنا جالسين معانا هكا العائله وبداو يسولوا ويقولوا هكا سولوني، قالوا لي سعيده شحال في عمرك؟ ويقول لهم سعيده يلاه يلا عندها 20 عام. قلت له با اش من 20 عام؟ تمام فيك وتيد. قلت له راه عندي 28 عام، هادشي راه العام اللي فات. قلت له ربا راه عندي 28 عام. قلت له صافي انت با ما يعني شوفوا تا انا والله ما كتبان، يعني داك السنوات اللي يعني من بعد الحادثه لهنايا كاع الناس كينقصوا مني. قلت لهم صافي هذيك الساعه صافي حسبوني دابا يلا تزاديت 20 عام حسبوا لي قبل، و 8 سنين دابا حسبوا لي من مورا الحادثه. المهم السن ديالي اللي كيسولوني بزاف ديال الناس والاخوات والاخوه اللي تيتصدموا تيقولوا لي كذبتي ورينا لاكارت ورينا هذا. شوفوا السن هو انا اعدى حاجه عندي بالنسبه للي كنكونوا هكا تنقراو لهذا، اعدى حاجه عندي هو اللي كيكذب في النقطه ديال النتيجه او اللي تيكذب في العمر ديالو او في السكن ديالو. هادو اعدى حاجه عندي، يعني شي حاجه اللي زعما العمر غير ارقام عادي علاش غنكذبوا فيه وصافي. المهم عدي 29 سنه. بالنسبه ل ملي كتشوفوني هكا كندير شروشين ولا انا وسي محمد كيجوني اسئله وساكنه بوحدي. لا انا ما ساكناش بوحدي، ساكنه مع والديا ومع با حبيبي. ساكنه معاهم يعني ما ساكناش بوحدي، غير انا ملي كنكون هكا تنبغي زعما نعطيكم عبره انا وسي محمد وصافا وحدايا كنقولوا اجي مبان معايا ما بغاش. بالنسبه لعاوتاني سي محمد واش هو اللي صغر مني ولا انا اللي صغر منه؟ سي محمد صغر مني ب 8 سنين، انا وسي محمد فاوتين ب 8 سنين. وشنو تيدير سي محمد في حياته؟ كان العام اللي درت فيه الحادثه كان سي محمد تيقرا، صافي داك العام خرج ما قدرش يكمل قرايته. هو اصلا اش غنقول لكم من داك النوع اللي يقولوا ما عندوش مع القرايه، ما كانتش تبغي قاعد تدخل له العقل، كان دائما تيدوبل دائما هذا. صافي جا هذاك العام جاته فرصه اننا كنا ما بقيناش في زحيليكا، كنا تنتقلوا ما بين سلا والرباط وزحيليكا. يعني كنت انايا يعني حنا معظم الوقت كان عندنا في سلا مع كنا كاريين وكان العلاج ديالي تما. صافي خرج هو من القرايه هي هذيك، بقى ما عاودش رجع. نيت كانوا عطاوه شنو نقول لهم عطاوه ساعه طردوه شي يموت بالضحك، عطاوه طرد ديك الساعه. هذا السؤال جاوبت عليه. سي محمد هذا شحال في السن ديالو؟ السن ديالو قلتو ليكم عنده دابا حاليا 21 سنه وعنده عيد الميلاد بقات له 5 ايام. لا ما عرفتش انا فوقاش غنحط الفيديو، نقدر نحطو حتى تدخل شهر ما عرفتش دابا نصور. المهم عنده عيد الميلاد جوج شهر في غشت في شهر 8. هذا واحد السؤال اللي صراحه تيعجبني ونتمنى الناس يستافدوا منه. بزاف ديال الناس يتلاقاوني ولا تيكون في الفيسبوك ولا شي حد بحال هكا شي بنت ولا هذا، كيكون اول تعارف ليكم ملي كيعرفوا يعني انا راه تبتليت في واحد السن وهذا، تيقولوا لي سعيده شنو تغير في حياتي، كيفاش تتبان لك الحياه، كيفاش تتبان. شوفوا بصح يعني انا تغيرت، شغنقول لكم تغيرت 90%،
كنت سعيدة، حركية، طموحة، فهمتوا؟ من داك النوع اللي باغي يوصل، باغي يوصل بالزربة، ولكن باغي نوصل لشي حاجة اللي هي حلال. باغا كنت عندي واحد الأحلام باغا نوصل ليهم، كنت باغا نوصل. كانت كتبان لي، فهمتوا؟ كانت كتبان لي الدنيا راه غنبقى فيها ديما، ما كانش كانت كتبان لي راه صحتي عندي ديما، هذوك النعم اللي عطينا سيدي ربي، يعني زعما فهمتوا. ما كنتش ما كناش احنا كاملين دابا، اي واحد واقف غيسمع هذه الهضره غادي يحس نفس الاحساس. ما كنعطيو هذوك النعم اللي عندنا، ما كنعطيوهاش قيمتها، فهمتوا؟ مثلا انا كنت كندمر، وكنت كنقهر راسي بزاف، يعني كنعيا بزاف، وما كنخممش لصحتي، ما كنخممش بزاف ديال الحوايج. صافي انا هذاك الوقت يعني باغا غير نوصل، هذه هي امنيتي. شنو تغير في حياتي من بعد؟ اللي تغير في حياتي من بعد، اولا بعدا كنت قريبه من الله سبحانه وتعالى، كنت كنصلي، كنت بزاف ديال الحوايج. من بعد ما درت الحادثه يعني زدت تقربت من الله اكثر، ولات كتبان لي الدنيا راه غير مرحله ودايزه، ولات يعني كتبان لي الدنيا صغيره بزاف، يعني ما تستاهلش بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنعطيوهم قيمه وحنا واقفين، ما يستاهلوش. شوفوا راه حاجه ثلاثه الحوايج اللي عندنا اللي يستاهلوا اننا نعطيوهم قيمه وحنا يعني على قيد الحياه، هو نرضي الله سبحانه وتعالى، نديروا شي حاجه اللي حالا نتقربوا من الله، و نطيعوا الوالدين. مثلا نشوفهم كيتعذبوا، انا كنت وقتي كله وصحتي كلها يعني كنت كنعاون الاب ديالي، كنت ما كان يعني باغا يعني طايعه الوالد ديالي، يعني ديما رضاته كانت عليه دائما دائما دائما، ما عمره كان شي بلاصه وما قالش الله يرضي على سعيده، ولا قدامي ما تيقولش لي الله يرضي عليك، كان ديما وان شاء الله وصحتنا. هادو ثلاثة الحوايج اللي عندنا مهمة. أما باش واحد زعما يتخلى عليه واحد، ولا واحد يكون خدام ويفقد ديك الخدمة، ولا واحد ما ولات، أو شوفوا راه هاد الشيء كله يعني أي حاجة زعما تحرمتو كتشوفوا راسكم تحرمتو منها، راه إلا وفيها خير لينا، راه ربي راه ما كيعطيناش شي حاجة زعما اللي هي كيحرمنا من شي حاجة وهي خير لينا، بالعكس. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني تغيرت بزاف واخا يعني من بعد الحديث، يعني ربي رزقنا فرصه واحده اخرى في الحياه فوق الكرسي متحرك، يعني صعيب على انسان يعيش في المغرب وفي واحد لونطوغاج وفي فيلاج وفي هذا، يعني ما عندكش بزاف ديال الامكانيات، ما كاينينش، بغيتي غير تقرا ما كاينش فين، بغيتي غير تعلم شي حاجه ما كاينش فين، فهمتوا؟ بزاف ديال الحوايج ما متوفراش، ولكن انسان يعني ما يحبش راسو من هذا الجانب هذا، بالعكس هو يحاول يخرج من راسو شي حوايج، يعني شي حوايج اللي هو قاد عليهم، وشي حاجه اللي هي مرتاح فيها وفهمتوا، ويدير شي حاجه في حياته، يدير شي حاجه يعني بصم، يدير شي بصايمه في حياته. هادشي اللي كنتمنوا. واخا انا كتقولوا لي بزاف الناس غيقولوا سعيده كتهضري وزعما انت ما درتي، شوفوا بالعكس انا يعني الحمد لله، يعني واخا شي حوايج ما باينينش، يعني الحمد لله مشيت كان واخا ما كنشاركش معاكم، يعني كندخل كنقرا بزاف، كنتعلم شي حويجات، كان جاتني واحد الفرصه وشديت ديبلوم، كنفكر يعني مستقبلا ندير بزاف ديال الحوايج. غير دابا انا كنعطي زعما الطاقه الايجابيه، ولكن انايا زعما الدعم المادي هو اللي ما كاينش دابا، ان شاء الله من مستقبلا ما تعرفوا شنو يخرج من زايده. ان شاء الله تسناوني. بالنسبه للاخوان اللي كيشوفوا فوق الكرسي، انا كنسكن يعني هنا في حيليقه، تيقولوا لي زعما واش انت مهرسه من ظهرك، علاش ما تتمشاش، علاش هادي؟ بزاف ديال الناس كيتصحاب ليهم انا يتهرس من رجليا ووقعت ليا شي حاجه في رجليا. لا شوفوا انا الحمد لله يعني صحتي كلها في الكسيده، ما وقع فيها والو، الا وقع ليا هرس في العمود الفقري ديالي، راه هو الكل في الكل، يعني راه هو زعما راه هو الجسم كله، يعني كما تقول يعني واخا الاطراف الاخرى كتبان لينا حنا مهمه ملي كنشوفوها شكلا، ولكن راهي في الداخل داخلي، يعني في الذات ديالنا راه على السماوه العمود الفقري، راه بحال راه بحال كدير شي كيطون، وهذيك الركيزه هي اللي كتوقفو، راه بحال هكاك حنايا. يعني انا تهرست من ظهري وتقاس لي العمود الفقري، هذاك الشيء باش تشلت
ما بقيتش كنتمشى، ما عنديش هرس في رجليا، بالعكس الحمد لله رجليا مزيان، واخا كان صراحة كان تقاسيت بالدجاج وهذا، ولكن الحمد لله زعما رجليا راه ما مهرساش منه، عندي الهرس في الظهر ديالي. واحد السؤال كتبته، انا خطي زوين تبارك الله، خطي خايب، انا ما نعرف بعد ما نقرا والله ما عرفت شنو. المهم واحد السؤال واحد اخر، سعيده كيفاش دابا عاد فهمت السؤال، انا نرجع لكم. كيفاش كيدوز نهارك؟ شوفوا نهاري انا كما قلت لكم الحمد لله، يعني ملي كنكون يعني واخا كان عندي ظروف، عندي بزاف ديال المواقف، بزاف ديال الحوايج، المهم داكشي ما كنبغيش نهضر عليه، كنخليه بيني وبين الله، لانه الشكوى الله، واخا غادي نقولوا في الفيديو غنقولوا في اليوتيوب مع الناس، زعما ما تستافد مع ما تغير ليا في داكشي. كنوض تنوض، انا تنوض بواحد الطاقه ايجابيه كنعطيها لراسي، واخا كنعس بالحريق وهذا، ملي كنوض في الصباح كنوض كنحاول انني نضحك، بغيت نبكي تنبكي، كنجلس كنتحدث مع المرايه وبزاف ديال الحوايج. من بعدها تنوض كندير يعني هادوك الحاجيات ديالي كلهم كنديرهم من راسي، هادشي باش انا مرتاحه. من بعد صافي كندوز كنطلق دائما سوره البقره، عندي واحد الورد دايره انا بيني وبين راسي، يعني كنبقى النهار كله انا كنذكر فيه. صافي كنشد شويه التليفون شويه عاوتاني، حيت انا ماشي من داك النوع اللي كيصبح ناعس، كيعني 8 هي تعطلت 8 ونص صافي كنوض. واخا ما نعش الليل، هذا هو وقتي كنوض، هذا زعما هذا الليلة كنت ما نعاوش ليكم، اما كون كان سي محمد ينوض قدي قدو كنوض مع هذيك السبعه. صافي تنوض، كيدوز نهاري مزيان عادي، تنرجع في العشيه تنرتاح عاوتاني في شويه، عاوتاني راه كنوض كندير حركه ديال الترويض وتنرجع للبلاص، ها هو الليل داز وهكا غادا الحياه، هذا هو الروتين. سعيده واش ما كطيبي؟ شوفوا انا يا الطيبه الاولى اللي غادي نهضر لكم عليها في واحد الفيديو، غنعطيكم نصائح، هادو الناس مساكن اللي حتى هما بحالي وما اللي سولوني هذا السؤال. شوفوا انا من النهار اللي بديت كانت الصراحه كانت الاخت ديالي اللي مزوجه حاليا، الاخت ديالي كبيره، كانت الله يسمح لي منها، ما عمرها خلات يعني الحموريه في ذاتي ولا هذا، كانت منقياني، كانت كتبد ليا، كتحيد ليا داك الفرتيت من فراشي وهداك الشيء. انا الروتين دابا اللي تعلمته هداك الشيء كله تعلمته منها، يعني خلاته فيا طبيعه، ملي تعلمت راسي وليت غير الواحد ينظف راسو ويحتت فراسو دائما ويكون نقيقي، راه النقا راه ما عمر الطياب ما غادي يقرب ليك. هذه هي النصيحه اللي غادي نعطيكم، وبالنسبه للبومادات وداك الشيء راه يمكن غنشارك معاكم في الفيديو، وانتم كتشوفوا في الروتين ديالي راه كنقول لكم شنو كندير، حيت الصعيب الانسان ملي تيكون مقعد يعني كيقدر يطيب من ظهره ومن رجيلاته من هذوك القدام من بزاف ديال الحوايج. سعيده كديري الترويض؟ شوفوا انا كندير الترويض راسي، ولكن شوفوا يدي الشرق مع الغرب، ولكن البلاصه اللي فيها انا ما فيهاش ترويض يعني كنديرو انا راسي، ما كرهتش يعني كون كنت في شي سونتر ولا هذا نديرو، ولكن حاليا انايا كنديرو راسي بحكم الظروف الاجتماعيه والظروف فين ساكنه وبزاف ديال الحوايج. فاش كنتي كتقراي شنو التخصص ديالك سيمو؟ ويلي شنو التخصص ديالك؟ كنت كنقرا في لافا، كنت التخصص ديالي حقوقي، يمكن هذا كنت جاوبت عليه بزاف، ولكن بزاف الناس ما كانوش عارفين شنو. واحد السؤال، سعيده مؤخرا في لي فيديو شفنا النفسيه ديالك ما بقاتش كيف ما كانت، شفناك تغيرتي، شفناك بزاف ديال الحوايج. شوفوا انايا واخا يعني كنخرج لي فيديو راه قلت لكم كيكونوا عندي ظروف، كيكونوا مشاكل، كيكونوا بزاف ديال الحوايج. بالنسبه لهذا السؤال هذا، شنو كتسناو من بنت كانت كلها كيف ما قلت لكم كلها طموح كلها حركه، نعسات في السبيطار 5 سنين، دارت 3 العمليات، شربت جميع الدواء اللي غيجيك على البال، عانيت بزاف والله من مورا هاد الابتسامه هادي، زعما كاينه معاناه بزاف. بعض المرات كنقول ما عنديش حظ في الدنيا، وبعض المرات كنقول الحمد لله، كنقول غدا يعني امام الله كاع هذاك الشيء اللي هاد السؤال الصراحه عرفتو باش خليته للاخر، حيت ملي قريته حتى دابا هانتوما راه بغيت نجاوب عليه وعيني غير زوب الدموع، حيت زعما الله يزيدني قوه والله يزيدني صبر. كيف ما قلت لكم راه
بزاف بزاف ديال المعاناة دزت منها، ولكن الحمد لله الحمد لله وباقة، ولكن الحمد لله إن شاء الله يا ربي يجعل لي مخرج زعما ينال الجزاء ديالي على هادشي اللي دوزته. ما ساهلش والله، زعما نخرج منه ونبقى يعني كما تنقولوا شاده في راسي، وتنضحك وتنهضر وتنخرج مع الناس وكنجمع، وهذا الحمد لله الا وهذا فضل من عند الله الحمد لله، الله يرزقنا القوه والصبر. المهم غادي نخليكم صراحه بازال بزاف ديال الاسئله، كان طولت على هذا الفيديو، طولت راه 15 دقيقة. المهم خليكم في امان الله، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. اي سؤال مرحبا، راه ماشي ما كنبغيش نجاوب ولا ما كنجاوبش عليه كومونتير، ولا كاين اللي كيقول لك راه شوفوا راه اللي ما كيعرفش الظروف الاخر من الاحسن يقول غير كلمة زوينة ولا يسكت. هادشي اللي نقول لكم. المهم خليكم في امان الله وتهلاو ليا في راسكم.